رد بقى لك، رد بقى، رد الله يلعنك. ما عم يرد أبو الهاشم، ما عم يرد أبو الهاشم، ما عم يرد. بيظهر إنه الأمور مو منيحة بنوب. ليش حاسس بإنك مبسوطة بالشي اللي عم يصير معي يا تارا؟ ليش؟ ما عم بفهم. ليش حاسك مبسوطة بهالمصيبة اللي صايرة معي يا تارا؟ بهمك إنه هالجنود يطلعوا عايشين، ما هيك؟ هيك بدك؟ قليلي شو؟ هذا هو هدفك؟ اسمعيني لك عنا، إذا ما أخذت اللي بدي إياه أنت كمان ما حتاخدي اللي بدك إياه. حطي هذا الشي ببالك، لي دائما في عنده خطة تانية. إيغور، هاشم أعطاك عمره. شو؟ قلت لك هاشم مات مع كل رجاله يا لي. عملوا تنظيف كامل للمنطقة. والجنود؟ في خبر شي عنهم يا إيغور؟ شو؟ لا، كلهم راحوا. لك لك ما عم أفهم كيف 200 زلمة ما قدروا يخلصوا على 5 جنود يا ناس. كيف؟ لك كيف ما خلصوا عليهم؟ الله يلعنكن، الله يلعنن، الله يلعنن، لك الله يلعنن. وصلنا الدعم اليوم الصبح. صبح؟ طيب وشلون بقيوا يقاموا طول الليل؟ كيف الغبي أبو الهاشم ما قدر يقتلهم بالليل؟ بس فهموني كيف ما قدر. استنى استنى استنى، انت قلت لي انه الدعم وصلهم الصبح، ما ايه؟ مو بس هيك، حتى انه المخيم بالشمال انقصف بالليل بالطيران. غريب كتير، يعني قطعنا خطوط التواصل معهم ومع كل العالم كله ومع هيك الاخبار وصلت. هالشغلة كتير غريبة. خلاص فهمت، تمام، أنا رح أعرف عن الموضوع بطريقتي. تعرف شو لازم تساوي هلأ؟ إيه، نفذ فوراً. تمام. سمعتي مو؟ الصبح وصل الدعم للجنود. ايه، برأيك كيف صار هذا الشي تارا؟ لا تسألني، اسأل رجال هاشم اللي كانوا معه. بس الزلمي مات مع كل رجاله هنيك، الجنود خلصوا عليهم كلهم. يعني هالرجال ما كانوا قد المهمة؟ او ممكن عصفور صغير عطى المعلومات. شي غريب مو هيك؟ ها؟
انت عشو عم تلمح؟ انت يلي على شو ناوي فهميني يا تارا؟ ولا شو هو اسمك؟